احنا عندنا الرقم 16924 سجلوا بدبي. دبي ايه من سنه 2018 كنا 3899، يعني نسبه زياده 500 وشيء بالمية. وتعتبر دبي اكبر مركز انتخابي للناخبين بالخارج من حيث كثافه او تموضع عدد الناخبين بمركز واحد، يمكن الرابعه والخامسه عالميا من حيث عدد الاجانب. برجع بقول نسبه اقبال كثير عاليه، جهزنا نحن مواقف السيارات، جهزنا صالات للاستقبال اللبناني حوالي 1000 شخص صالات مبرده ليكونوا جاهزين للدخول عليها من الاقتراع. نحن يعني ساعات الاقتراع هي من الساعه 7 للساعه 12 بالليل، الساعه 10 بالليل عفوا، بس اذا كان في بعد زحمه وبعد في ناس ما انتخبت في امكانيه للتنبيه.